اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين، وانا التقيكم في حلقه جديده من برنامجكم 10 سكايب حديث عراقي. كما تحدثنا في الحلقه السابقه عن وجه من اوجه الكارثه التي حلت بالعراق منذ عام 2003 لحد الان، 18 سنه من الكارثه المتعمقه المتسعه المتجذره في المجتمع العراقي في العراق كله، والتي اكلت من حياه العراقيين ومدخراتهم وكفاءاتهم وقدراتهم وكل أموالهم وكل ما يملكون الكثير الحقيقة. تحدثنا عن الواقع الصحي المزري الذي يواجه جائحة كورونا بطريقة بدائية، بطريقة إهمال، بطريقة من الكذب والادعاء، وبالتالي تجاوز عدد المصابين في العراق بهذا الوباء أكثر من مليون، وهو أكبر عدد من بين الدول العربية ودول المنطقة. عدد الذين توفوا بسبب إصابات كورونا أكثر من 16,000 لحد الآن، هذا كل وربما العدد أكبر من ذلك. هذه أرقام وزارة الصحة في هذه ولا توجد مستشفيات، ولا توجد قدرات، ولا توجد أدوية، ولا توجد أجهزة، ولا توجد تلقيحات أساسا، والتلقيحات ضعيفة وبطيئة، وتجري 300,000 مواطن تم تلقيحهم بين 40 مليون مواطن عراقي لحد الآن، ودول العالم تتسابق في تلقيح مواطنيها حفاظا على سلامتهم وحياتهم، إلا في العراق لا أحد يهتم لهذه القضية، وحياة المواطن وسلامته وصحته هي آخر اهتماماتهم، ولا تأتي في اهتمامات الذين يحكمون العراق بالعملية السياسية من أحزاب وقوى وشخصيات وميليشيات وغيرها. في هذه الحلقة سنتحدث عن جانب آخر من الوضع الصحي في العراق. في يوم 2 نيسان الماضي، في هذا الشهر وقع وزير الصحة العراقي حسن التميمي، اللي هو تابع لتيار الصدري، طبعا هذا التيار الصدري الذي يدعي على لسان مقتدى الصدر بأنه المصلح، بأنه الحريص على حياة العراقيين، بأنه كذا وكذا والكثير، وتغريدات مقتدى الصدر يعني لا تنتهي، يدعو وهو كبير القوم، يقول أنا كبير القوم. الآن هذه آخر ما وصل إليه، هو أكبر من في العراق وهو خادم العراق. بماذا خدمهم لا أعرف، بقتل المتظاهرين، بالتآمر عليهم، بإسناد هذه العملية السياسية الفاسدة، بالمجيء بالفاسدين، بالوزارات التي يحكمها وتسرق وتنهب، واحد من عندها وزارة الصحة اللي هو حسن التميمي، هذا من التيار الصدري. هذا الرجل راح وقع مذكرة تفاهم، وقع مع الجانب اللبناني. هذه المذكرة يتم تزويد لبنان من خلال العراق، يزود لبنان ب 500,000 برميل من النفط مقابل ماذا؟ مقابل إشراف القطاع الصحي اللبناني على المستشفيات العراقية وتدريب الكوادر الطبية العراقية. سبحان الله، لبنان تعاني من كارثة صحية، تعاني من كارثة في كل المجالات، فساد وخراب وفقر ودمار، ولبنان في كارثة حقيقية وأهلها يشتكون منها، والوضع الصحي في أسوأ حالاته في لبنان، والمستشفيات اللبنانية غير قادرة أن تفعل شيء. نحن نذهب إلى لبنان لكي نقول للبنان تعال الكادر الصحي اللبناني يشرف على المستشفيات العراقية ويدرب الكوادر الطبية العراقية، هذه يعني غريبة وعجيبة ولا يعقلها بشر. 500,000 برميل نعطيهم من النفط مقابل هذه الخدمات، لماذا لا أحد يعرف. هذا العراق اللي به هذه الكوادر الطبية الهائلة، بهذه الإمكانيات، بهذه الأموال، تريليون ونصف تريليون دولار بددت منذ 18 سنة، يعني خلال 18 سنة بددت هذه الأموال، والعراق هذا البلد الغني ثراء بعقلياته بقدراته. هذا ليس استخفافا بلبنان، وليس يعني ثلم
لقدرات لبنان، لكن هذا وضع الحال. لبنان بلد فقير، لبنان يعاني من كارثة كبيرة. ميناء لبنان عندما انفجر، ميناء بيروت، الدنيا كلها قامت ولم تقعد، لا يستطيعون. الناس في حيرة، في مشكلة كبيرة، في أذى كبير، مستشفياتهم غير قادرة تتحمل جرحاهم ومرضاهم والمصابين بكورونا، ولا يدرون ماذا يفعلون. هم في كارثة كبيرة، وإذا به وقع مذكرة مع الجانب، وعلى الجرحى، جرحى التظاهرات وجرحى الجيش وجرحى المعرف من، ويذهبون إلى لبنان ولا يذهبون إلى الهند. وقابل هذا كل هذا ستكتشف أنه الجانب، وزير الصحة طلب من الجانب اللبناني أن يفتحون حساب باسم العراق في بنك لبنان المركزي، تضع فيه لبنان ما يقابل هذه يعني 500 ألف برميل من النفط اللي نزودهم إياه، تضع مقابلة أموال. لكن كيف تحتسب هذه الأموال؟ تحتسب على أساس أنه سعر الدولار الواحد 1500 ليرة، بينما السعر الحقيقي للدولار الآن في السوق اللبناني يتجاوز 12 ألف ليرة. لاحظ الفرق، 1500 ليرة و12 ألف ليرة، أكثر من 12 ألف ليرة الآن هم يضعون بال 1500. لبنان تشتري النفط منا بهذا السعر، وتبيعنا الخدمات الصحية بهذا السعر، وأنت تتساءل من المستفيد، من اللي يعني كيف يحصل كل هذا؟ يعني لأن لبنان عندما تضع هذا المبلغ تم الاتفاق على أن تستقطع من هذا المبلغ ثمن خدماتها الصحية اللي تقدمها للعراق يعني. وبالتالي بنفس هذه المعيارية، في أن الدولار يساوي 1500 ليرة، وهو فعليا يساوي أكثر من 12 ألف ليرة. فرق هذا مثل مزاد العملة في العراق عندما يبيعونه للبنوك اللبنانية التابعة لحزب الله وغيرها، وبنوك الميليشيات ووكالاتها للميليشيات لكي تهربه إلى إيران بسعر مخفض، ويذهب إلى السوق بسعر آخر، وبالتالي يوميا يستنزف العراق عملات الصعبة، تذهب إلى الخارج وتهرب إلى الخارج، ومليارات الدولارات تهرب. فبالتالي نحن أمام باب آخر من أبواب الفساد. الوضع الصحي في العراق لا يحتمل فسادا أكثر مما هو فاسد، لا يحتمل مثل هذه المغامرات الغريبة عجيبة، هذه التصرفات التي لا تتناسب مع أوضاع العراقيين ومأساة التي يعيشونها. لبنان بلد عربي، ونحن نعتز به وبأهله، ونتمنى لهم السلامة والخير، لكن هم في ضائقة، هم في كارثة، هم يعانون. وبالتالي نأتي وكأنه نحن نعتمد على بلد يعيش بحبوحة اقتصادية وبحبوحة صحية واجتماعية ورفاهية، وبالتالي نعتمد عليهم لكي يعينوننا. هم يحتاجون إلى من يعينهم، تحتاج مستشفياتهم وتحتاج وضعهم الصحي إلى من يعينهم. أنت تذهب للاستعانة بهم، غريبة عجيبة، في بلد يعني يحارب أطباءه ويهجر أطباءه ويقتل أطباءه. أكثر من 20 ألف طبيب عراقي هربوا فقط في بريطانيا، أكثر من 6 آلاف طبيب عراقي في خيرة المستشفيات البريطانية، ونحن نذهب إلى لبنان، وزير الصحة العراقي التابع للتيار الصدري يذهب إلى لبنان ليوقع اتفاقية بهذا الشكل المعيب والفاسد. أترككم بخير، ألتقيكم في حلقة أخرى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، والسلام عليكم.